800 جرام يقطين مكشر ومقطع. يسلق اليقطين في ماء مغلي حوالي 12 دقيقة ويصفى. كوبان برغل ناعم، ملعقتان كبيرتان كمونة، نصف كوب رقائق الشوفان، ربع كوب دقيق، 3/4 ملعقة كبيرة ملح. اليقطين المسلوق. يغطى الوعاء بنايلون لاصق ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة. ملعقة كبيرة زيت زيتون، كوب بصل مفروم، 6 أكواب سبانخ مفروم، 1 كوب حمص مسلوق ومكشر، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة بهار حلو، نصف ملعقة كبيرة سماق، ملعقتان كبيرتان عصير حامض، 3/4 كوب من الجوز المفروم، ملعقة صغيرة زيت زيتون، 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون، 2 كوب. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 درجة حوالي 35 دقيقة.